فيها يعني صعوبات يعني تفرق على الدرجة يعني تهوى مبديش أنا أقول تهوى تقريبا تهوى كيف حتى على النتائج يعني شحال هذه نربح وإحنا جينا عازمين بس على بعض من أقل قدر على نقول وخير إن شاء الله دابا نحاول يعني نحسب على حساب الظروف اللي كنمروا بها ولكن ما في الأول مشينا في الشهر الأول وجوج ديال الدوبلاريتي تماركاو علينا يعني العاب شويش لأن حنا ديجا ثقة ما كايناش يعني مدة ما ربحنا يعني حتى ديك لا كونفيونس ديال كان في اللي كنقلبوا عليها باش نلقاها إذا كان جاو ديك الدوبلاريتي اللي كنا تماركاو بدلو لنا شويش وصحاب شويش نلقاها بالنسبة إن شاء الله غتكون هذه هي انطلاق يعني تأسس المكتب اللي كاين هو اليوم أول مرة تأسس المكتب إن شاء الله غتكون انطلاقة وغادي نديرو جميع المشاكل ديال اللاعبين الحمد لله بدات من اليوم يعني كاينة مشكلة شوية إن شاء الله غادي يكونوا انتدابات ضروري حيت يعني الفارق عندنا يعني ماشي هاد اللاعب ما نقولوش ذو المستوى ولا ولكن ما نقدروش نديرو بهم بطولة يعني البطوله راه احتراف ديالها يعني راه كلشي كيعرف ضروري وغتكون في البطوله ان شاء الله راه نتسدوا شي سبعه ولا ثمانيه ديال اللاعبين نكملوا ان شاء الله تكون يعني قبل الكرسي كامل كان هاد العطله اللي كانت كامل كان ولا قلتي كامل كان كانوا مشاكل ما لعبنا حتى مقابله رسميه ما ذكرتها مره اخرى ما كنتش نضرب هذا الموضوع بزاف هادو اللي الكرسي كامل كان كان عندنا والو ما لعبنا حتى مقابله وكنترينيو في تيران سانسيتيك يعني مدرب او مجموعه ديال الاصابات دابا راه عندنا لا ديفونس كامله عندي بليس اللي لعبوا غير ترماج جوج ثلاث اربعه ما كاينش يعني كل سيمانه كنضيع ثلاثه ما بينش نرجعوا كذا في ذاك الكرسي راه